التغذية ومرضى سرطان والتغذية هي الجانب المكمل من العلاج، خاصة إذا كان علاج كيميائي اللي كينقص شوية من الوزن، كيسد شوية الشهية، الجسم كيحتاج لبناء قوة لمقاومة المرض. مع الدكتور هشام فنيش أخصائي في التوازن الغذائي والطب الطبيعي توضيح أكثر حول هذا الموضوع. صباح الخير دكتور. صباح الخير لله. كيف صبحتوا؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. الحمد لله. الأسبوع بدينا معاك التغذية ومرضى السرطان، تعرفنا على الخلايا السرطانية كيفاش كتكون، تعرفنا معاك على الوقاية كذلك، شنو هي المواد الغذائية ولا العناصر الغذائية اللي كيحتاجها الجسم في الوقاية من بعض السرطانات. اليوم ندخلوا معاك المرحلة العلاج. حنا كنعرفوا عندك مرضى سي هشام اللي كيجيو لعندك محتاجين لواحد المخطط او لواحد البلان، لواحد المنيو الا بغينا نقولوا، كيفاش يمشيو عليه وشنو الجسم ديالهم محتاج في هذه الفتره هذه ديال العلاج، خصوصا اذا كان علاج كيميائي. تماما. فدابا ان شاء الله الرحمن الرحيم نتكلموا على في الوقت ديال العلاج. كسوا اللي عندهم الدواء الكيميائي ولا الراديوثيرابي الأشعة. دواء الأشعة. ألوغ ملي كيكونوا المرضى الله يشفي الجميع، ملي كيكونوا المرضى بداو الدواء الكيميائي، كنعرفوا بأن كيقدر يعطي واحد بعض المضاعفات، كيقدر يعطي الترويعة، كيقدر يعطي الربان، كيقدر يعطي فقدان الشهية، المذاق اللي كيبدا يمشي، هذيك الأكثرية مع الدواء بالأشعة. فاحنا كننصحوا الناس البلاصه فين غادي يجلسوا ياكلوا خاصه تهوى بزاف باش داك الاحساس بالترويعه كينقص. ناكلوا بعيدين على هاد الحصص ديال الدواء بال هذا ديال الكيميائي. ماشي غير قبل الدواء، جوست قبل الدواء ولا جوست ابخي، ماشي قبل ولا من بعد، نتسناو شي شويه، نخليو شي شويه الوقت تقريبا، نخليو مينيموم خاصنا واحد ساعه ولا ساعه ونص. ما ناكلوش كيتسمى لي زاليمون فور، هذوك الاكل القوي بحال الكرومب، بحال لي فرماج فيرمونتي، هذوك الفرماج اللي كيكون مخمر بزاف، كيكون غرا. ما ناكلوش الاكل اللي صعيب في الهضم بحال لي فريتور، المقليات كلها نبعدوا منها. ما ناكلوش لي بلا ترو بيبيسي، الحار بزاف ولا المالح بزاف ولا المخلل ولا السكر بزاف، هادشي كله خصو ينقص. المخلل كذلك مثلا، حتى المخلل تا هو ما يتكلش، لان هو المخلل اللي هو مزيان في واحد الفتره، ولكن واحد لا كونتيتي الناس اللي كثروا منه حتى وكنخافوا منه اللي يمشي يكون كيساعد الخليه السرطانيه باش ما يكثروش، ولكن في هذا الوقت ديال الدواء ما ياكلوش. اهم حاجه ويفو فراكسيونال اليمونطاسيون، ما ياكلوش داك الفطور غدا عشاء، خاصها بحال لي غينيوتاج. دابا لي غينيوتاج اللي كانوا قبل ممنوعين دابا هكا عاد خصهم يكونوا دابا، يعني نعطي لك يوم تماما ينقب مره شويه. ما كنخليش الوقت المعده كتبقى خفيفه بكميه قليله، ويعني وبكثره ديال الوجبات ولا الوفره. 8 مرات في النهار ماشي مشكل، واخا ناكل. الا غادي نشرب الماء نشرب لي ليكيدون جينيرال، خصهم يتشربوا بارتي فوليوم، نشرب شويه بشويه، ما نقلقبش كاس الماء. هو يفو سافوار، هو كاع اللي مروع كسوسوا في الدواء الكيميائي ولا هذا، كنصحوه ما يبداش الاكل ديالو بسائل من السوائل، لان سا بروفوك لو ريفلكس دو فوميسمون، كيزيد يقوي داك الاحساس اللي عنده ديال الترويعه. في وقت الدواء الكيميائي كنقول للناس من الاحسن ياكلوا الماكله دافيه بزاف، ولا من الاحسن بارده. نعم، هذا هو السؤال اللي كنت بغيت نطرح عليك الدكتور هشام فنيش، لان كيقول لك الماكله سخونه خصوصا في هذه المرحله هذه ديال العلاج، اولا بعدا كتحرق يمكن الحلق والفم، يعني كيطيبوا شويه، وحتى القوه في الدين ديالنا مكروهه. نعم، وحتى القوه ديال 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 دوك المواد اللي كيطيبوا كتكون قويه، يعني هادشي اللي كاين. شتي الناس خاصهم يعرفوا اون جينيرال باش نقوي المناعه خاصني ناكل بارد.
ناكل بارد ناكل لك فريتي البسكي فخوا بحال كنبرد الجسم ديالي بحال كنزيد نبرده لان راه 37 درجه لتحت. نعم اي حنا ماشي مره ما نطيبو ولكن كل ما كلينا كل ما كلينا بارد كل ما مزيان كل ما احسن. لازم 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 ما تبقى واحد لاكتيفيتي فيزيك لازم ما يمارسوش شي شويه الرياضه لان الابحاث ورات بان مرضى السرطان اللي كيمارسوا واحد شويه ديال الرياضه حنا ماشي شويه ديال الرياضه يخرج يتمشى شي شويه في الغابه منها غيتنفس مزيان منها الدوره الدمويه غادي تدور منها الكابيتال بروتينيك داك البروتينات اللي عنده اللي كيصنعوا العضلات كيبقاو لان العضلات كيتكالوا مع الادويه دونك لازم يتحركوا الى المذاق بدا كيحس بما بدا كيتقاسم ما بقاش كيحس بالمذاق مزيان. من الاحسن ناكلوا الحوت ناكلوا البيض وناكلوا كيتسموا لي زاليمون انرجيتيك لي زاليمون انرجيتيك القويين بحال لي سخويسك ناكل القرقاع ناكل اللوز. وهنا كيجي الدور ديال البروتينات اللي كتعاود اكيد الخلايا وكتزيد تبني الجسم. البروتينات لازم لازم الناس تاكل الحوت تاكل الدجاج وكنصحوا من الاحسن من المستحب كل ما كلينا غناكلوا البيض غناكلوا البيض بلدي غناكلوا الدجاج غناكلوا الدجاج بلدي الدجاج بلدي غالي ناكل في بلاصه ما ناكل نص دجاجه ناكل ربيع ناكل ربيع بلدي كرومي. نعم كاينين كاين في الكومبليمون اليمونتير هذوك اللي كيزيدوا المكملات الغذائيه منصح بها المكملات الغذائيه بحال سبيرولين كوجي لا لا سبيرولين سيغت مزيان هذو كيقويو كيساعدوا لان فيهم فيتامينات ومكملات غذائيه طبيعيه ما كتضر حتى في شي حاجه. نعم ماشي نكثروا من الفيتامينات نمشي ناخذ لازم الواحد ما يتقوى بصفه طبيعيه. نعم نعم هذا بالنسبه للدواء الكيميائي. الدواء بالاشعه. نعم اشعاعي. الأشعة الأهم حاجة هو ما خصهمش يشربوا الحليب. ياك ما يشربوش الحليب هو ياكلوا مشتقات الحليب واخا ياكل الفرماج هنا واخا يتكل الفرماج ولكن الحليب اون طونك ليكيد هكا كيشربوا سائل إلا ممنوع داك الشيء ديال لي سوسيس و إلا ما ناكلوش هاد الشيء ديال المقليات بحال اللي قلنا ولي فريت وهادشي ديال الشيبس ونقصوا من نقصوا بزاف من الخبز واخا يكون الخبز كومبلي. لان الاشعه الخدمه ديالها شنو هي هو كتضرب الخليه وغادي تضرب لها الجينات ديالها تضرب لها الكود جينيتيك ديالها باش ما تبقاش كتوالد. غير المشكل هو ملي كتضرب بالخليه السرطانيه كتضرب حتى الخلايا العاديه. دونك في النصران اللي كنعرفوه كيتوالد كل 20 25 دقيقه ما كيبقاش يتوالد. نعم كيف ما نعطيهش شي حاجه قويه عليه ما ناكلش هذا الشيء ديال الكرومب والفلفله الشيفلور والشيفلور ما ناكلش العداس واللوبيا الشيء ديال الشامبينيون وهذوك لي كريديتي هنا لي كريديتي هنا ما يتكالوش. لا ناكل خيزو طيب من الاحسن يكون مبخر. ناكل قريعه مبخره ناكل البربه ناكل هذو كلهم من الاحسن نطيبهم. نعم يفو هنايا في الاشعه ثاني كتقلب الغاديه يفو ايفيتي لي زولياجينو ما ناكلش اللوز والقرقاع والكاوكا هادشي لا غادي ناكل في الغله في الفواكه مثلا ناكل في الفواكه ناكل البنان ولكن البنان مي خصها تكون طيبه مزيان ولا نديرها كومبوت اييه بحال اللي كنديروا نطيبوها بحال اللي كنديروا للرضيع اييه فوالا بحال اللي كنديروا للرضيع ولا التفاحه طيبه. الا بغيت ناكل الخبز ناكل لو بانغري باش ينشف يكون ناشف اييه فوالا هذا الشيء ديال المايونيز ولا كريم والزبده والمقليات بحال اللي قلنا الا نبعدوا عليها خصوصا في العلاج ديال الاشعه في هذه الفتره ديال العلاج ديال الاشعه ما كيطولش. وإلا غادي نشرب السوائل اللي من الاحسن نشربها نشرب الماء ماء طبيعي ولا لاتيزان نشرب اللويزان نشرب ازير الزعتر الزعتر هادو اللي غادي نتكلموا عليهم كاينين بعض كاين بعض لي زيبيس ولي زيرب اللي قويين اللي كيساعدوا باش ما نخليوش الخليه السرطانيه كتبقى كتولد كيف بغات. نخليو هذا الموضوع ان شاء الله لغدا دكتور فنيش ان شاء الله حول هذا الاتيزان ولا هذه الاعشاب هذو اللي متوفره عندنا واللي ممكن انها تقاوم معنا هذا مرض السرطان وتوقف شويه الجسم ديالنا اللي محتاج اكيد القوه باش يواصل وباش يستمر وباش يقاوم. فالله يحسن العوان لكل
كل مرضى السرطان وحتى الناس اللي كيكونوا معهم دكتور هشام في النيش تهما كيكونوا تقريبا مرض بعض المرات كيكونوا منسيين راه الله يكون في العون تخونهم شارجة كيتسمى ان باسيون لوغر ما سهلش لنا هما يسون با بخيباري فورسا هما ما موجدينش لهذا الشيء ما معمولينش لهذا الشيء الله يعاونهم وخاص لي خاص لي يشجعهم ويوعيهم باش يبقى هما ديما ضاحكين لان ذاك المريض مسكين محتاج لهذا الشيء في ذاك الوقت وهذوك اللي هازينو الله يكون في العون راه تما كيعياو الله يشافي الجميع والله يعاون لي هاز المرضى شكرا لك دكتور هشام في النيش والله يرحم الوالدين بكل هذه المعلومات اللي كتمدنا بها في صحتي راس مالي غدا ان شاء الله غنتلاقاو بك باذن الله ان شاء الله الى اللقاء